بدأنا بإسراد حوالي 360 ماعز سانين جوا من هولندا إلى مدينة حلبجة. الطاقة المشروع عند نهايتها هو 1000 ماعز الحلوب، سيكون عندنا حوالي 1000 طن حليب سنويا وحوالي 25 طن اللحم. سلالة ماعز سانين يتميز بكثرة حليبها اليومي مقارنة بالسلالات الأخرى للماعز من حيث الكم والتغذية. المستوى الغذائي للحليب يتميز لأنه الفيتامينات والمعادن فيها أكثر بكثير مرتين مقارنة بالحليب الأبقار. احنا كغرفة تجارة نتابع كل التغييرات اللي يحصل بمنطقة اقليم كردستان وبالاخص بالسليمانية. المشاريع ليس فقط المشاريع الزراعية بل المشاريع السياحية وكذلك الصناعية لها تأثير في تمتين الاقتصاد العراقي بشكل عام واقتصاد كردستان بشكل خاص. وهالمبادرة من الاخوة اللي هسه قاعد عندهم مشروع جيد في تربية ماعز متميز اكيد من النوع الجنس الماعز اللي داخل حاليا موجود بحلبجة جنس جديد ونمساوي اسمه سانين، انتاجه كثير من 3 إلى 5 لترات، اذا تقارنه ويا الماعز الاعتيادي انتاجه اقل من لتر، فاكيد يكون له دور ايجابي حاليا بسبب عدم وجود المعامل او المصانع يقدر يصنع يدخل في عمليه التصنيع. اكو نقص معين لكن السوق المحلي حاليا مزود بانتاج هذه المحطه لتربيه الماعز.